يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يحب غير الله كما يحب الله يكون كافرا كفرا أكبر؟ نعم، من يحب غير الله ويساويه بالله في محبة العبادة فهو كافر الكفر الأكبر ومشرك الشرك الأكبر. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك في المحبة. نعم.